ناخد تليفون مهم جدا من المغرب. كابتن عادل، كابتن بلال معايا على التليفون، الاستاذ جمال الصيفي الناقد الرياضي المغربي. استاذ جمال، مساء الخير عليك، وما هي الاجواء والساعات الاخيره في المغرب قبل اجتماع المكتب التنفيذي في باريس غدا لبحث هذا الموضوع بين الترجي والوداد في هذا الاجتماع المهم جدا، اعلى سلطه في الاتحاد الافريقي، المكتب التنفيذي في باريس. مساء الخير وعيدكم مبارك سعيد لك وللحضور الكرام وللإخوة في مصر. بطبيعة الحال تابعتم ملف مباراة الوداد والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما رافقه من جدل ومن فضائح. كان ملعب رادس شاهدا عليها في ضرب صريح في مبدأ تكافؤ الفرص. أتصور أن يعني الوداد لا يدافع فقط عن قضيته العادله، ودافع ايضا عن كره القدم الافريقيه وعن حقها، حق انديتها ومنتخباتها في التنافس الرياضي الشريف يحسم فوق ارضيه الملعب وليس خلف الكواليس والغرف المظلمه. تابعتم فضيحه مباراه الذهاب، كان بطلها الحكم للاسف الحكم المصري جهاد جريشا، حرم بوجود الفار الوداد من ضربه جزاء مشروعه، من هدف ايضا مشروع، تغاضى عن ثلاث بطائق صفراء لعميد الترجي خليل شمام، ومنح بطاقة صفراء خيالية لمدافع الوداد أشرف داري، هذا بحضور الفار وبتقنية الفار التي استخدمت في مباراة الذهاب. في مباراة الرباط شاهدنا فضيحة أخرى من نوع آخر، يعني تغييب كلي للفار، محاولة تدليس في البداية، يعني حاولوا إيهام إدارة الوداد ولاعب الوداد لأن الفار موجود من خلال الصندوق وضعوه في منتصف الملعب قبل أن يتبين. لحسن الحظ جاء هدف وليد القرتي في الدقيقة 58 ليكشف فضيحة القرن في أمام يعني أنظار العالم، حينما سجل هدفا قبل أن يتبين أن تقنية الفار ليست مستخدمة في هذه المباراة، مع العلم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سبق له أن أعلن عبر بيانات رسمية أن تقنية الفار ستستخدم في مباراة الذهاب والإياب من اجل مبدا تكافؤ الفرص. ما حدث في فرادس هو ضرب لمبدا تكافؤ الفرص، هو ضرب للشفافيه وضرب يعني لكل يعني المقومات التنافس الرياضي الشريف. بالنسبه لملف الوداد يعني امام الاتحاد الافريقي لكره القدم في الملف يعني الاجتماع الذي سيعقد غد، انا اتصور ان لدى الوداد كل يعني المقومات وكل الاسلحه القانونيه ليفوز يعني بـ 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 يعني بـ على ارض الواقع ويتم الانتصار يعني للروح الرياضيه وللتنافس الرياضي الشريف. فمسؤول اولا لو سمحت لي ان اطيل بعض الشيء، هذه ليست اول مره، اولا لابد ان اطرح مجموعه من التساؤلات. لماذا فقط دائما ترجي مباريات الاياب تجرى في رادس؟ هل هي صدفة أن الترجي دائما يخوض مباريات؟ هل هي صدفة أيضا أن ضربة الهدف الذي سجله النيجيري مايكل إنرامو في شباك الأهلي تم يعني على طريقة الكرة الطائرة أمام من كان الحكم آنذاك؟ الغاني جوزيف لامبتي، جوزيف لامبتي الذي تورط فيما بعد في عملية ارتشاء، وسبق لوالده أن كان أيضا تورط في ملف مباراة مصر وزيمبابوي، وتورط أيضا في مباراة المغرب والزهير الشهيرة في تصفيات كأس العالم 1974. فهل هي صدفة أيضا أن دائما الحكام يخطئون لصالح الترجي؟ تابعنا في السنة الماضية مباراة بريميرو أغوستو والأهلي، الحكم الزامبي ساكوزي كازوي. تابعنا أيضا هذه يعني هذه السنة مهزلة مباراة الذهاب، أتصور أنه حان الأوان لوضع النقاط على الحروف، حان الأوان أيضا للأندية الإفريقية الكبيرة بالأهلي والوداد ومازيمبي بالكونغولي لتتكتل فيما بينها وتدافع عن شرف اللعبة، تدافع عن التنافس الرياضي الشريف، لأن هذا ما سيخدم كرة القدم الإفريقية. أوكي، طيب أنا ليا استفسار أخير. الوداد بيعتمد على خطاب أرسلته الشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو للاتحاد الإفريقي، والتي أخطرت فيه الكاف أن تقنية الفيديو لن تكون موجودة في هذه المباراة لعدم وصول باقي المعدات من الرياض إلى تونس، مظبوط؟ فعلا الشركة، ده بالإشكال اليوم الشركة فعلا، أولا بيان الشركة وفي صالح إدارة الوداد. لماذا؟ لأنه كما قلت لك الإبلاغ بأن تقنية الفار لن تستخدم كان يجب أن يتم في الاجتماع التقني الذي سبق المباراة.
هذا الامر لم يتم، وبالتالي الاتحاد الافريقي لكره القدم في مازق كبير جدا، عليه ان يجد حلا ليخرج منه. هذا الجانب الاول. لو ان الفار كان مستخدما اثناء المباراه وتم استخدامه في لقطه او لقطتين ثم تعطل الفار، في هذه الحاله يمكن ان نقول ان الوداد مخطئ، ولكن نحن لسنا بصدد هذه الحاله، نحن امام حاله تم فيها التدليس على فريق الوداد، تم التدليس فيها على كل انظار العالم، بدليل ان الفار انه تم يعني وضع صندوق، لان الفار ليس هو ذلك الصندوق الذي يوجد في وسط الملعب، وانما غرفه تقنيه فيها يعني الفار، وتلك الشاشه التي توضع في وسط الملعب يلجا اليها الحكم للحكم في هذه الحالات. فهذه النقطة في صالح إدارة الوداد. النقطة الثانية هو أن الاجتماع التقني لم يتم فيه إخبار مسؤولي الوداد أن تقنية الفار لن تستخدم في هذه المباراة. أيضا في مباراة حينما استخدم الفار كان هناك بيان رسمي، مراسلات رسمية توصلت بها إدارة الوداد. في مباراة إياب هذا الأمر لم يحدث بشكل نهائي، وبالتالي هذه كلها نقاط تصب في مصلحة إدارة الوداد للدفاع عن مطلبها العادل بالحصول على الإنصاف. تمام. كابتن عادل، كابتن بلال، في أي استفسار للأستاذ جمال؟ لو عايزين تستفسروا عن أي شيء في المغرب؟ الحقيقة أنا بحيي فريق الوداد، الحقيقة أدى أداء مشرف جدا في المباراتين، وأنا بتفق معاه أنه فعلا كان هناك هدف سليم 100%، وكان هناك ضربة جزاء، وبرضه يمكن بختلف معاه في حتة الإنذار، لأن الباك رايت فعلا الكرة الثانية كان يستاهل عليها إنذار. دي في مباراة الذهاب. في مباراة الذهاب. في المباراة الثانية طبعا يعني واضح جدا إنه حتة عدم وجود الفار وعدم وجود التنافس الشريف واللي حصل بعد المباراة دي جريمة في حق كرة القدم. ما أعتقدش إن أي حد في العالم يرضى بالوضع اللي إحنا شفناه ده في بطولة أفريقية مهمة جدا العالم كله بيتابعها. فأنا معاهم طبعا الترجي والوداد، هم مناديين احنا بنعشقهم ونحبهم جدا، لان هم بينافسوا النادي الاهلي وعاملين يعني صدى جميل في الكره الافريقيه. لكن اعتقد احتمال اجتماع بكره يكون فيه نوع من العدل، لو فيه عدل فعلا يبقى فيه يا اما اعاده المباراه يا اما يبقى فيه يعني موقف، لان اللي حصل انه خاصه من رئيس الاتحاد بيقال انه هو اللي بيقول في حديث بيقول ان انا تم تهديدي، وفي مقاله تانية بيقول ان هو هيعوض نادي الوداد ان السنه الجايه هيديلهم البطوله. ده كلام قاله سعيد الناصري على فكره جمال. يعني ده حاجه غريبه قوي. ده على فكره اللي قاله كابتن عادل طعيمه، دي تصريحات بالامس انا شفتها صوت وصوره للكابتن سعيد الناصري في قناه مغربيه. الكلام ده حقيقي فعلا؟ وادلى بتصريحات امس، ولكن ليس هو من قال هذا الكلام، هذا الكلام جاء على لسان مذيع البرنامج الذي طرح تساؤلا، ولكن سعيد الناصري لم يؤكده ولم ينفيه، ترك يعني الامور مفتوحه. انا فقط اريد ان اضيف نقطه اخرى فيما يتعلق بدفعات فريق الوداد المتعلقه. اولا هذا ما حدث في ملعب الوداد السابقه في تاريخ كره القدم، اولا انتزعت الصلاحيات من الحكم قسامه، الحكم الطاقم التحكيم ايضا هو متورط، لم يتخذ هو قرار نهايه المباراه. صح. طيب ما ده اللي قلناه قبل، ده اللي قلناه فعلا مظبوط. فطاقم التحكيم ايضا متورط، لماذا؟ لان قسامه كان يوهم لاعبي الوداد انه يستعمل السماعه من اجل اتصال بغرفه الفار. عايز بس عايز اسالك سؤال، يعني بس سؤال كده يعني. كابتن احمد بلال معاك يا جمال. كان في حوار ما بين رئيس الاتحاد داخل الملعب ورئيس ورؤساء الانديه رئيس نادي الترجي وناس مسؤوله، هل عندك معلومات عن الحوار اللي دار ما بينهم؟ لا انا ليست لدي يعني كل تفاصيل الحوار، ولكن ما كان من بين ما جاء فيه هو تلفظ يعني ان رئيس الترجي حمدي المدب تلفظ بكلمات يعني نابيه في حق رئيس الوداد الذي تمالك اعصابه لم يرد عليه بالمثل، وقد اظهرت اللقطات التلفزيونيه يعني ما حدث في تلك المباراة. أيضا أحمد فوجئ أيضا بعدم وجود تقنية الفار في تلك يعني المباراة. أيضا كان هناك أيضا تناقض، كيف تقولون أن الشركة أيضا بعثت وأن الفار غير موجود، ثم أثناء المباراة يقولون أن الفار تم تصليحه وأصبح جاهزا يعني للعمل. فكم هائل من التناقضات يكشف. أيضا أمس لو تابعت أحد برامج الرياضية التي بثت في التلفزيون الرسمي التونسي القناة الوطنية التونسية، فالمدرب
واللاعبين وقعوا في مجموعه من التناقضات. هناك لاعب شمس الدين الدوادي قال انا لم يكن في علمنا ان الفار غير موجود. مزبوط. المدرب قال انه في الممر قالوا ان الفار غير موجود. اللاعب قال في الدقيقه السادسه او اثناء المباراه اخبرونا ان الفار غير موجود. ايضا هناك صحفي تونسي في نفس البرنامج اراد ان يطرح تساؤلا حول انه كان يجب ان يكون هناك محضر يسبق المقابله يتم فيه تدوين ان الفار لن يستخدم، فتم الهجوم عليه داخل البرنامج ومنع من الكلام ومن الادلاء بهذا التساؤل. فنحن امام ايضا يعني منظومه فيها مسؤول الترجي، فيها ايضا الكاف يعني الكاف يعني جهات يعني تحاول دفع الامور اتجاه معين، وفيها ايضا للاسف منظومه اعلاميه لا تتحلى بالمهنيه وبالموضوعيه في معالجه قضايا رياضيه ومباريات كره قدم يعني من حجم كبير يتابعها يعني ملايين العرب وايضا وملايين المشاهدين ليس فقط العرب. فانا اتصور ان هذه المباراه فرصه سانحه من اجل وضع النقاط على الحروف، من اجل تنظيف كره القدم الافريقيه، لان ما يمكن ان يخدم كره القدم الافريقيه وخصوصا الانديه العربيه هو ان يضع الجميع اليد في اليد من اجل تشجيع التنافس الرياضي الشريف حتى يفوز من يستحق فوق ارضيه الملعب وليس فقط من يجيد لعبه الكواليس. اضافه اخرى ان ليم شيبوب الرئيس التاريخي لفريق الترجي التونسي بعد مباراه الذهاب قام يعني بحوار يعني صحفي مع احدى الاذاعات التونسيه واعترف بعظمه لسانه انه كان كعضو في الكاف يؤثر على تعيينات الحكام ويعين من يشاء لخدمه مصالح الترجي التونسي، وهذا جاء بعد مباراه الذهاب. ثم مباراه الاياب اكدت اليوم بوجود الفار بوجود الكاميرات ان مسؤولي الترجي التونسي يتحدون الجميع من اجل ان يفرقوا لقبا لا يستحقونه بالنظر الى ما تابعناه من اداء في مباراه الذهاب ومباراه الاياب. ايضا لابد ان اشدد ان الاهلي المصري ايضا من بين الانديه التي ظلمت، وانا ما اقول هذا لانني يعني اتحدث لقناه الاهلي، من بين الانديه التي ظلمت يعني في تاريخها يعني من طرف التحكيم. تتذكر اكيد نهائي الرجاء والترجي 99 وكيف ظلم فريق الرجاء. الاهلي ايضا ظلم امام الترجي اكثر من مره وبفرقه موصوفه كما تابعنا في الهدف الذي كان سجله مايكل انراو، وللاسف الشديد يعني صوره الهدف لكل هذه الممارسات. بالضبط. جمال ستيفي الناقد الرياضي المغربي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، كنت معنا بالتأكيد لإطلالة بخصوص موضوع تقنية الفيديو وأحداث مباراة الترجي والوداد وما هو المنتظر في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي غدا في العاصمة الفرنسية باريس.